السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله في تجربة جديدة، واحد الوصفة جديدة هي عندها علاقة بالعناية بالشعر. دائما كنقول لكم أن هذه الفترة كتبغي واحد العناية مكثفة للشعر باش ما تقرعوش. راه نفس المشكل عند كل شيء، راه ماشي شي واحد غيقول انا عندي هذا المشكل ولا. دونك فصل الخريف وفصل الشتاء راه الشعر كياكل العصا، كذلك في الصيف. الصيف عاوتاني بسبب الحرارة والبحر والبيسين وكذا، غير هو في الشتاء كيبدا يطيح، يعني معروف كأنه بحال أوراق ديال الشجر، يعني في هذا الفصل ديال الخريف وكذا كيبداو يطيحوا، حتى الشعر كيطيح معاهم. كاين اللي بحال هكا، كاين اللي ما كيتأثرش، ولكن اللي سبق لي لكن أغلبية كيتأثر الشعر ديالو. لهذا هاد الفترة كنت معكم الوصفات، لقيت واحد الوصفه اللي بزاف شكروها وبزاف انهم لقات يعني عجباتهم، وكتقول لك انها مرطبه وزوينه وكت الشعر كيلقاو عليها نتيجه زوينه، اللي هي الوصفه ديال زيت الموز. زيت الموز، زيت ديال البنان. دونك الطريقه كاين بزاف ديال الطرق، كل واحد شنو كيدير لها كاضافات، ولكن انا بغيت ندير الطريقه العاديه اللي كيعتمدها تقريبا كلشي. بالنسبه لهذا الفيديو راه ما غاديش نشارك معكم الريزلت، لاني فقط غنصايب معكم اليوم الزيت ديال الموز، وان شاء الله غادي نعطيه الفرصه ديالو حتى هو واحد سيمانه 15 يوم هكا، نجربو شي 3 مرات في السيمانه هكا، ونشوف ديك الساعه واش كاين شي تاثير زوين ولا ما كاينش شي تاثير ولا. المهم ديك الساعه غادي نعطيكم النتيجه كما هي بكل شفافيه ومصداقيه. غادي نترشح. فيما يخص الطريقه، كاين جوج طرق. كاين الطريقه الاولى اللي كيديروا فيها القشور ديال الموز بحال هكا، وكيديروهم كيقطعوهم طريفات صغار، وكيستعملوا كاين اللي كيستعمل زيت البلديه او زيت الزيتون، كاين اللي كيستعمل زيت الكركم خلطه مع مجموعه من الزيوت، وكاين اللي كيستعمل زيت المائده العاديه. فانا كنرجح اني نستعمل زيت المائده، لان هذه الخلطه كيفاش كتعتمد او كيفاش الطريقه ديالها، انك كتقطعي داك البنان او داك الموز وكتخليه في داك الزيت بحال اللي كيتقلى واحد المده طويله، فريمون حتى كيخرج دوك المكونات ديالو ودوك المنافع ديالو. فانا الزيت البلديه ما كان صراحه ما كان كنرجحش انها تتعرض لواحد الحراره اللي هي كبيره بزاف، يمكن كون دارت في بان ماغي تكون افضل، ولكن حنا مهم زيت المائده حتى هي زوينه. ثانيه ممكن كيما قلنا كيخليوه يتقلى مزيان، فريمون حتى كيتكحل ديك القشره، كتحلي كتحسي انها صافي ما بقى ما تستافدي منها، خرجتي منها كاع الفوائد، وكتصفي وكتحتفظي بيه وكتبقى تستعمليه، يعني المهم حتى كتكمل لك الكميه اللي عندك. طريقه ثانيه، شفت عند واحد القناه اللي هي مصريه اللي هي مصريه، مصريه جاتني بحال اللي قلتها بدوك القدم، مصريه من مصر. دونك شنو درت، شدات القشور ديال البنان وضفت لهم نص بنانه او بنانه كامله، البنانه اللي هو اللب الداخلي ديالها، ودرت معهم الزيت وطحناتهم الزيت وطحناتهم مزيان حتى ولات عندها بحال شي كريم بحال شي عجين. وهذاك المكون وحطاته عاوتاني فوق المقله، نقصت عليه النار مهيله. ناما مامي موناطا، واخا انا غنجيب لولدي موناطا كما قلت لكم، نقصت عليه النار مهيله وخليته مزيان حتى هو طلق دوك المكونات ديالو. وانا كنقول يمكن هذه الطريقه تكون افضل، لان فريمون ملي كطحني يعني كاع داك المكونات ديال دوك القشور ولا دوك المواد اللي فيه راه كتخرج، يعني كتندمج مع داك الزيت اكثر من انه كيبقى قطع. دونك هنا كما كنقول عندي هنا قشور ديال 3 ديال البنانات، وغنضيف القشور ديال البنانه الرابعه وزائد اللب. مثلثه مامي، قالت ممكن دير غير نص بنانه، ويمكن المهم ما تفوتيش بنانه، ماكسيموم بنانه. وغنخلطها مع هذا الزيت صافي، وغندوز مباشره اني نطحنهم مزيان حتى تحصل على داك العجين او داك الكريم، ونكملوا الفيديو. دونك فوالا، ها هو الخليط ديالي، طحنته مزيان مع الزيت، راه ما كيعذب ما حتى شي حاجه، زعما كيتطحن دغيا مع داك الزيت. غندوز مباشره، غنديرو فواحد المقله وفوق نار مهيله مهيله فريمون مهيله شمعه، وغنخليه بشويه عليه داك الزيت كيسخن ودوك المواد كيزيدوا يطلقوا في داك الزيت، ونشوف المراحل مع بعضياتنا. دونك فوالا البنات، انا درتو فوق النار مهيله، هانتوما لاحظتوا ها هو بدا كيسخن لي داك الزيت. وفي الاول كتلاحظوا ان حتى الزيت ولا كيتعزل على داك العجين ديال الموز، ها هو عندنا الزيت هنايا شوف. دونك فوالا، كتخليوه هكا واحد 5 دقائق ولا 7 دقائق، المهم كيحاول انه مثلا يتفاعل مزيان داك الزيت مع هاد المكونات، وهاد المكونات كيطلقوا كاع المواد اللي فيهم، حتى كيولي تقريبا اللون ديال هاد العجين كيتحول للون البني،
ديك الساعه صافي راه كيكون وجد عندنا كنطفيوه وكنصفيوه وبالتالي كنحصلوا على الزيت ديال البنان. دونك من فوالا هذه هي الطريقه ونتلاقاو من بعد. دونك فوالا البنات الا لاحظتوا راه اللون ديالو تبدل هانتوما. دونك هنايا ملي اون فوا كيتحول اللون ديالو من داك اللون اللي هو فاتح لواحد اللون اللي هو بني، فوالا الزيت هو عندي هنايا مازول. صافي خصني نطفي عليه البوطه باش ما تزيدش يتحرق. دونك بالنسبه في الطياب ديالو في الزيت ضروري مره تحركيه باش ما يسقلكش ويتحرق لك، يعني تكوني على بال معاه ماشي غير تديري وتمشي تخليه. وفوالا حتى كيوصل واحد اللون، انا الكاميرا ما عطيتش اللون راه هو اغمق في الحقيقه شيء من هذا اللون اللي كيبان في الكاميرا. صافي غنطفي عليه غنخليه يرتاح شي شويه وغنصفيه ونتلاقاو من بعد. دونك فوالا البنات هذا هو الزيت ديال الموز والزيت ديال البنان. دونك هنايا كما شفتوا الطريقه كيفاش درتها راه ساهله بزاف، طحنتو مع الزيت وخليتو كيطيب مع الزيت واحد المده واحد النار اللي هي مهيله فريمون مهيله، حنا ما بغيناش يتحرق بغينا يخرج داك المواد ديالو او الفائده ديالو ما امكن. كما قلنا ملي كيولي يتبدل اللون ديالو كيولي اللون ديالو بني كتحيديه صافي وكتصفيه. انا خليت داك التخت ديالو في الصفايه شحال حتى هبط داك الزيت ديالو كامل، وهذه هي الكميه اللي حصلت عليها. طريقه الاحتفاظ من الافضل انك تحتفظي فيها بواحد القرعه ديال الزاج، واحد القنينه زجاجيه باش بيان سو حنا عارفين البلاستيك راه ممكن داك المواد ديالو كتاثر على داك المكون اللي وسطو. هذا ما كان فيما يخص هذا الزيت. كيشكروا بزاف كيقولوا انه مرطب زوين. دونك كما قلت لك كيقولوا انه مرطب، انه كيساعد في التساقط، انه كيطول الشعر. المهم كاين بزاف كيشكروه، ماشي شي حاجه صعيبه، ماشي شي مكونات اللي هي تعجيزيه، وعلاش لا نجربوه. بالنسبه للبنان في هذه الفتره او الموز في هذه الفتره راه الثمن ديالو مزيان، يعني كيكون 140 160 حتى 180، المهم 160 بحال هكاك. يعني كنظن انه في امكان الناس انه ياخذوه، واللي ما قدرش الله يحسن العوان والله يسهل على الجميع. وبالنسبه للزيت يعني ما طريش تاخذي واحد الزيت البلديه اللي هي شويه غاليه، ولا واحد الزيوت اللي طري تشريهم فارماسي ولا شي حاجه، غير زيت المائده اللي كتستعملي كل نهار تاخذي منها واحد الكويس، والكميه على حسابك. ممكن تستعملي انت غير نص كاس ولا ربع كاس مع واحد القشره ديال البنانه ولا شي حاجه، كميه قليله وتشوفي. طريقه الاستعمال كما قلت لكم ما غاديش نعطيكم النتيجه حتى نجربها مده كافيه باش تكون واحد رد، يعني نعطيكم واحد رد الفعل ولا واحد يعني واحد الراي ديالي يكون راي اللي هو يعني فيه واحد المصداقيه والشفافيه. راه قلت لكم راني غنتقدم الانتخابات ما كاين غير المصداقيه والشفافيه غنترشح. بالنسبه للناس اللي استعملوه اول مره، انا الطريقه ديالي في الماسكات ولا في الزيوت اون فوا كنستعمل زيت المره الاولى كنلقى الزغبه ارتاحت، راه قلتها لكم فيديوهات سابقه ان الزغبه كتولي شويه مرتاحه، يعني هي ما كتلقايش زعما نتيجه من اول مره، ولكن كتلقاي الزغبه ديالك ما تشوكات ما 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 ما, ما تقطعات ما تشبك لك شعرك، صافي كنقدر نكمل داك الماسك. ولكن اون فوا نجربو مره واحده وكنلقى ان الشعر ديالي من بعد داك ملي كنغسلو ملي كينشف كيولي مشوك بزاف ولا مشبك بزاف ولا كنحس به متضرر، صافي كنحبس. دونك نفس الشيء حتى نتوما جربوه المره الاولى، لقيتوا ان الشعر ديالكم مزيان خرج عادي، او ان حتى الشعره شويه مرتاحه ولا كتحسوا فيه شويه ديال الترطيب، كملوا. سينو لقيتوا هذا المشكل ديال الشعر ولا عندكم شابك وكذا، صافي حبسوا ودوزوا الماسك اخر ان شاء الله. هذا ما كان فيما يخص هذا الفيديو، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا من هذه التجربه، وان شاء الله نتلاقاو في تجربه قادمه. الى اللقاء.